اهلا بيكم في برنامجكم اكله العيله، معاكم نهله القاضي من الثلاث للخميس واحد الظهر ان شاء الله، والاعاده سبت وحد واثنين الساعه 2 على صدى البلد دراما او صدى البلد 3 الاعاده طبعا. يعني المهم يا جماعه، النهارده بما اننا يعني مقاطعين شويه محلات كده، فاحنا عايزين نعمل الفرايد تشيكن او الفراخ المقرمشه في البيت بطريقه سهله جدا جدا. هقول لكم طبعا المقادير وهنعملها مع بعض، بس يا ريت التتبيله اللي انا هعملها فيها دلوقتي وهسيبها فيها مع شويه ميه تكون الكلام ده عشان تطلع طعمها حلو في التلاجة من قبلها بيوم، بس حبيت أوضح أو يعني على أقل تقدير 3-4 ساعات عشان الطعم يدخل فيها. يا إما أنت حضرتك هتاكلي فراخ جميلة ومستوية وكله، بس الطعم مش هيبقى موجود لو ما سبتيهاش فترة طويلة. نقول مع بعض بقى المقادير. يعني أنا مقطعاها، تقدري حضرتك تقطعي الورك الاثنين وكل ربع تقطعيه الاثنين، او كده كده انا هشققها ممكن تقطعيه لثمانيه عادي، او تطلبي من الراجل قولي له عايزه الفرخه على مثلا 9 أو 10 قطع هو ممكن يقطعها لك. التوابل معانا جنزبيل، بصل باودر، توم باودر، ملح، فلفل اسود، شطه، بابريكا، 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من النشا، وزيت غزير، وهنا ال3 كوبايات ممكن يزودوا معانا ال4 وال5 حسب ما ايه نشوف الكفر هيعمل ايه معانا يعني. وكمان هنعمل سلطة كول سلو، هتبقى عبارة عن كرنب بتاع السلطة مش كرنب المحشي، جزرة متوسطة، علبة زبادي، وممكن كمان نحط شوية لبن عشان تبقى جوسي، 5 معالق كده من المايونيز، وملح وعسل نحل وشوية خل. عايزين بقى ايه نبتدي نشوف هنعمل ايه، وعايزة حضرتك بس تركزي معايا شوية علشان هي قد كده سهلة، بس في تفاصيل بسيطة جدا لو ما عملناهاش ممكن انها ما تستويش معانا، وكمان ممكن انها ما تطلعش طعمها حلو. اول تركة قلت لحضرتك عليها اللي هي ان احنا لازم وضروري جدا جدا ان احنا نسيبها في التتبيلة دي من بالليل، دي اول حاجة. طيب هنعمل ايه بقى؟ طبعا انا دلوقتي مش هحطها في التتبيلة، هي الفراخ مغسولة وبس، مش معمول فيها اي حاجة خالص غير انها مغسولة وبس. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنجيب الفراخ اهي، ونجيب سكينه، نجيب سكينه اهي، نعمل ايه؟ اي جزء من الفرخه عندك عشان يستوي كويس لازم حضرتك تشققيه كانك هتقطعيه خالص، بس انا عايز اوصل للعظم، سامعين؟ العظم اهو اهو كده كده، لان انا لو حطيت دي على بعضها، لان هي بتدخل نيه عشان تستوي وفيها كفر دقيق، ما ينفعش تستوي. طب عشان تستوي اهو بوصل اهو، شايفين؟ لغايه ما اوصل للعظم اهو اهو، تمام. دي اول حاجه معايا، هبتدي بقى ان انا اشققها كلها خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا زي ما قلت لك تغسلي الفراخ كويس جدا جدا، ولو انت حاسه ان اللي بتتعاملي معاه بتاع الفراخ يعني الفراخ مش الطف حاجه في الريحه، يا ريت تسيبيها تدعكيها كده بفلفل اسود او في بصلايه مبشوره وملح وفلفل لمده ما تقلش عن ساعه علشان تشيلي الزفاره دي. بصوا حتى الدبوسه، لو حضرتك مثلا عايزه تقولي لي لا يا نهله ده الدبوسه بسيطه وهتستوي، معلش يا حبيبتي ارجوكي قطعيها كده لغايه ما تشوفي العظمايه اهو كده كده، اول ما اشوف العظمايه انا كده ارتاح واطمن انها هتستوي معايا خلاص. وبرده الفخده اللي هي الحته الملحقه بالوراك دي، لا دي معانا لسه صدر اهي، بصوا شايفين اهو، تحسي ان انا هقطعها خالص لكن هي في الحقيقه مش مقطعه خالص، هي لسه ماسكه في بعضها اهو خلاص. احنا كده شققنا الفراخ كلها عندنا، ولازم تتاكدي من الحكايه دي كويس جدا. الجزء بتاع الجناح اهو ممكن تسيبيه كده، ممكن ناس مش بتحبه خالص ممكن تسلقيه او تشيليه تعملي منه شوربه اذا انت مش بتحبيه. طيب بصوا حتى لو القطعه متقطعه صغير انا مش عايزه اسيب واحده مش متقطعه علشان اضمن انها هتستوي خلاص. طيب دي اول خطوه معايا، ايه الخطوه اللي بعد كده بقى؟ طبعا احنا قلنا مقاديرنا صح كده، هنعمل ايه؟ زي ما قلت لحضرتك من شويه احنا لازم نسيبها في التتبيله، بس التتبيله دي مش بنسيبها في تتبيله ناشفه، بنسيبها في تتبيله بميه، ادي الميه اهي كده، بس مش بنكتر الميه. وبعدين بنحط بقى التوابل بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنة أو يعني مش مدخنة المتوفر عندك، شطة، والشطة دي هنا مش هتبقى سبايسي بس هي بتدي طعم، بصل باودر وتوم باودر وشوية جنزبيل، والجنزبيل ما ينفعش تستغني عنه لأن هو ده طعم المطاعم اللي بيدينا الطعم اللي حضرتك بتقعدي تقولي هو ده طعم إيه؟ هو ده طعم إيه؟ فطبعا هو الطعم ده. طيب التتبيلة دي هعمل كده وهحاول إن أنا أمكسها كويس، وبعدين همسك الفراخ بتاعتي اسيبها من امتى؟ ايوه هو ده، من قبلها بيوم بالليل، او حضرتك اول ما تصحي الصبح تعمليها
وعلى الغدا اللي هو ما يقلش عن 3 4 ساعات لازم تعملي كده، ويستحسن يكون من بالليل علشان هي مش هتدي طعم خالص خالص لو عملناها من قبلها بساعة مثلا، مش هتحسي بأي طعم، هي تبقى مستوية وكله عشان احنا مشققينها كويس، بس الطعم الحقيقي عشان توصلي له المفروض ان احنا كده بنحطها يا اما في اي باول عندك، يا اما في طبق بلاستيك اللي هو بيبقى بكفر، يا اما هتحطيها في كيس، ايوه كيس الساندوتشات ده، وتربطيها فيه. ليه بنعمل كده؟ ليه بنغمرها بالميه؟ وليه عايزه اقفلها قبل ما اشيلها في الثلاجه؟ عشان كل ما عملتي كده لما شققتيها وحطيتيها في ميه وحطيتي توابل، الميه مع التوابل بتتخلل الفراخ عشان الطعم يعلى معاكي، وكمان وجودها في الميه كتير والميه فيها ملح وفلفل اسود ده برده بيسرع في عمليه التسويه. احنا كده المفروض ان احنا سيبناها ايه؟ يا في الثلاجه من بالليل يا 4 ساعات. طيب خلاص احنا كده عملنا الموضوع ده مش كده؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا عايزه هجيب معايا، لا ممكن اجيب طبق اكبر من ده شويه. انا دلوقتي هقول لك على حيله، لو انت مش سايباها من بالليل او قبلها بثلاث اربع ساعات هقول لك ايه الحيله نعملها. دلوقتي اقل حاجه مثلا سبتيها ساعه، طب يا نهله انا معلش انا سبتها ساعه وعايزه الطعم يعلى. طيب لو من بالليل مش هنعمل الحيله دي، لو لسه عاملينها هنعمل الحيله دي. طب ايه هي الحيله؟ اديني اهو طلعتها كويس من الميه اهو، وهبتدي لان التوابل ما دخلتش فيها. طب انا بقى عايزه التوابل تدخل فيها، بس هي مش هتبقى سرعه التسويه لو ما سبتيهاش في الميه كتير، مش هتبقى سرعه التسويه. انا دلوقتي بقول لك على الطعم خلاص. ايه بقى هنعمله؟ هجيب التوابل تاني واروح حطها عليها علشان انا عايزه طعمها يبقى قوي، لان طعمها ما لحقش يبقى قوي لان انا ما سبتهاش في تتبيله. فاهماني؟ فاهمه الفكره ازاي؟ انا لو عملتها بسرعه هتقولي او فين الطعم بقى؟ التوابل في الميه ما دخلتش فيها، ما لحقناش. يبقى نحط البصل الباودر والثوم الباودر والجنزبيل والملح والفلفل الاسود والشطه والبابريكا، هنحطهم تاني وندعك كويس جدا جدا، بس ده في حاله واحده بس، لما تكوني حضرتك مش سايباها من بالليل او مش سايباها 3 4 ساعات. طب يا نهله لو سايباها خلاص بطلع ومش بعمل بقى الخطوه دي، هنعمل الخطوه اللي بعدها. ايه هي بقى الخطوه اللي بعدها؟ اهو كده اهم حاجه عندي بس انها تكون يعني انا احس بس ان الطعم بتاع التوابل دخل فيها، عشان اي حد هياكل لو ما حسش بطعم التوابل دي هيقول لك ايوه يا فراخ ماشي تمام، فين الطعم بقى؟ فانا بس باكد معلش على النقطه دي شويه وبرغي فيها شويتين عشان باكد عليكي عشان الطعم، لان طبعا انا عملتها كتير ففي كل مره بكتشف حاجه شكل، فيعني ربنا الهمني بالطريقه دي وفعلا جابت نتيجه وبقت حلوه جدا، ان انا كده خلاص اطمنت ان الطعم دخل فيها. بس زي ما قلت لك لو عملتي كده بسرعه مش هتستوي بسرعه، هتستوي بسرعه لو سايباها في ميه كتير. طيب في طريقتين هنا بقى. اول طريقه ممكن معانا تليفون. الو جهاد. الو ازيك يا شيف نهله عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، انت اخبارك؟ الحمد لله يا روحي منوراني يا جهاد. بنورك تسلم ايدك بجد، انت وفرت عليا كتير الاكل اللي انا بشتريه من بره بصراحه. لا ان شاء الله ده تعمليه ويعجبك، وبرده جربي عملنا برجر فراخ وعملنا برجر لحمه وحاجات كتير قوي هتعجبك ان شاء الله لو جربتيها. تسلم ايدك يا شيف، انا اكيد هجرب الوصفه دي عشان العيال طبعا عارفيني دريبلي دريبلي. لا يا حبيبتي جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا باذن الله. انا بتصل بس واشكرك. ميرسي يا جهاد، ميرسي يا روحي، لو عندك برده اي سؤال او استفسار قولي لنا يا حبيبتي. شكرا يا حياتي، انا بتصل اشكرك بس وانا هجرب الخلطه دي وهرجع اكلمك تاني. ميرسي يا روحي، نورتيني يا حبيبتي، اتفضلي. خلاص يا جماعه انا بقى دلوقتي عملت ايه؟ انا جبت شويه ميه حطيتهم في شويه دقيق، وبعدين هبتدي اميكس كده اهو كده. انا بس عايزاها عجينه سايله، مش عايزاها عجينه تخينه، وفي نفس الوقت انا لسه هستخدم الدقيق ده. هنا بقى في الدقيق ده انا هبتدي احط النشا هنا واحط شويه نشا هنا برده اهو. بصي هي انت تحسي ان تفاصيلها كتير، لكن صدقيني هي سهله جدا، بس زي ما قلت كده فيها شويه تفاصيل علشان تنجح معاكي اهو. اعمل كده كده خلاص. لا انا برده مش عايزاها يعني، انا عايزاها بس ايه شويه كده اهو هنا، بس ايه هحط برده شويه ملح بسيطه كده وشويه فلفل اسود وشويه شطه وشويه بابريكا ونفس التوابل تاني معانا اهي، وبصل باودر وتوم باودر وجنزبيل. التوابل بتدي طعم، لو انت سايباها من بالليل في ملح ما تحطيش ملح هنا، لو مش سايباها بالليل في ملح وعملتيها بسرعه في الشكل السريع ده يبقى تحطي توابل عشان ما تطلعش معاكي دلع اهو. حط بس شويه الايه الشطه والبابريكا دول عشان عايزه اقول لك بيدوها طعم حلو قوي اهو، والجنزبيل، الجنزبيل بيعلي طعمها مش عايزه اقول لك قد ايه.
خلاص يبقى احنا كده حاولنا ان احنا نتبل معانا كل حاجه. تمام، هجيب بقى الفراخ احطها كده اهو كلها او قطعه قطعه، المهم عندي ان حضرتك تغلفيها كويس بالماده دي بالصوص ده يعني. وبعدين هنعمل بقى حركه تانية، هنعمل حركه تانية. ايه هي؟ معلش انا عارفه ان هي فيها شويه تفاصيل كتير، بس صدقيني يعني لما تعمليها وتجربيها طعمها اكتر من رائع، طعمها فعلا حلو قوي. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا بقى يا جماعه، احنا عايزين نجيب الدقيق اللي على النشا ده اهو كده، ونبتدي ناخد القطع بتاعتنا نعمل كده، نطلع من الصوص ده ونحط هنا اهو، نطلع من الصوص ده ونحط هنا كده اهو كده. معلش بقى انتوا عارفين بقى يوم الحاجه اللي فيها دقيق او بانيه او بيض وبقسماط دايما بتبقى الدنيا متبهدله مطرح الدقيق وكده. طبعا احنا اكيد مش بنطبخ في الجنه يعني، احنا بنطبخ والدنيا بتتبهدل وبننضف وعادي جدا. خلاص؟ طيب في ناس بيحطوا هنا ميه عادي، ممكن ما تحطيش هنا دقيق، ممكن جدا تعملي كده، بس ايه نلبس جلافز تاني علشان ايه؟ ما ينفعش وانت بتستخدمي يعني الحكايه دي، مش بقول لك لازم تلبسي جلافز في البيت، لا انا كده كده بلبس في البيت او هنا، انا بس عايز اقول لك على معلومه ان حضرتك لو ايدك مبلوله وانت شغاله هنا اللهم ان الدقيق هيلزق في ايدك ومش هتعملي كفر كويس للفراخ، فلازم تكون ايديكي ناشفه او تلبسي جلافز جديد، واعتبر بقى حضرتك بتتعاملي مع ايه. وهنبتدي بس ايه نشيل ده عشان نشوف احنا بنعمل ايه. اهو نجيب بقى ايه، بسم الله نعمل كده، ونبتدي بقى ان احنا نغلف الفراخ كلها. طب يا نهلة انا لو ينفع ما عنديش البولة دي اعمل ايه؟ هتحطيها، او مش عايزة اعمل الحركة دي، هتحطيها في طبق بلاستيك اللي هو فيه كفر يعني الغطاء بتاعه موجود، وهتحطيها فيه وتقعدي تضربي قوي كده، فاهماني؟ هتقعدي تضربي تضربي لغاية ما تحسي انها اتغلفت تماما. طيب بالنسبة لسلطة الكوليسلو اللي انا هعملها معاكم دلوقتي ان شاء الله، بس بعد لما احط الفراخ دي، السلطة دي يا جماعة يحبذ تكون ساقعة. يبقى احنا التفاصيل والتركات اللي قلناها ان التتبيلة تكون فيها بالمية من بالليل عشان توصلي لأحسن طعم. انا دلوقتي هقولك عشان توصلي لأحلى نتيجة، تكون الفراخ متسابة فيها من بالليل، بصوا، والكوليسلو تكون معاكي في التلاجة ما تقلش عن ساعة بس، يعني مش اكتر، يعني مش بكتر وجودها في التلاجة. بصوا بقى انا غلفتها مش كده، وهقعد انطرها كده، انطرها كده اهو، انطرها انطرها لحد ما تديني شكل اللي هو هيديكي كريسبي، هو ده الشكل اللي هيديكي الطعم الكريسبي. خلاص بس عايزه اتاكد ان كلها طالها الدقيق ونفط كويس قوي كده اهو، واقعد اعمل كده 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 كده. كل ما تعمليها كده، بصوا احنا بهدلنا الدنيا دقيق، بس معلش هي دي الطريقه بتاعتها اهو. ونحط بقى هنا في الزيت، ونشوف واحده ثانيه ونغلفها كويس كده، وبعدين نقعد ننطر 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 ونحط في الزيت اهو كده اهو كده 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 كده. انا عامل كده. طيب هي بتاخد وقت قد ايه؟ بصوا بقى انا في البيت عندي قلايه كهرباء. طيب حضرتك ما عندكيش قلايه كهرباء، بتحطيه في حاجه غويطه، يا اما في يعني طاسه غويطه يا اما في حله، يبقى يا اما في طاسه يا اما في حله. الوقت قد ايه؟ احنا بنعلي الزيت على الاخر لان احنا مطمنين بقى، ما احنا سايبينها من بالليل في الميه ومخرطينها كويس جدا جدا ومشققينها كويس جدا جدا. وعايز اقول لكم على حاجه، اللي انا ماسكاها دلوقتي دي مش ربع، دي نص ربع، بس انا عشان لما شققتها وسعت معايا وكبرت، فتبقى قطعه محترمه مشبعه، مش القطعه اللي بتتباع بره في محلات الفرايد تشيكن اللي انت تحسي حضرتك انها ايه، انها لا تسمن ولا تغني من جوع. نعمل كده قوي 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 قوي، فانا لما فتحتها كبرت معايا، لكن دي مش ربع، دي نص ربع. وعلى فكره برضو بيقعدوا يقولوا لك ايه، لا لازم تبقى الفراخ صغنونه ولازم تقطعيها على مش عارفه كام، خالص طالما شققناها وطالما سايبينها في ميه يبقى احنا مش محتاجين كل الشروط اللي بتقولوها دي يا جماعه. ليه بقى؟ احنا بس ايه بنحاول نفكر شويه مع بعض ونقول لنفسنا ايه، طيب احنا ليه بنسيبها كتير على النار؟ علشان هي قطعه سليمه مش متشققه. طيب وكمان علشان لازم تكون متسابه في تتبيله كتير. انا دلوقتي المفروض ان انا بملى الطاسه عندي، وما تقلقيش خالص، بس في حاجه، الزيت متولع قبلها بفتره محترمه، يعني دلوقتي انا مولعه على الزيت مثلا بقاله اكتر من 5 دقائق، بس الزيت غزير جدا، الزيت غزير جدا. كل اللي احنا بنعمله ده فرخه، فرخه واحده بس. لما بتروحي بقى تجيبي من المطاعم الفرخه دي، انا مش عايزه اقول لك
بيدوهالك بكام؟ اولا هو بيدوهالك في صوره بوكسين مش بوكس واحد، في صوره كذا وجبه يعني. فطبعا بيبقى الموضوع يعني بصراحه يا جماعه يعني كتير فلوس، كتير حقيقي فلوس كتير قوي. اهو الزيت بقى اول ما يبرد معايا اروح معلياه. طب انت يا نهله هتفضلي سايباها على الزيت العالي؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا هنسيبها على الزيت العالي 5 دقائق، وبعدين نسيبها 10 دقائق على نار متوسطه. ودلوقتي انا هحاول ان انا ازود النار بتاعتي كده كده. و ثانيه واحده بس. الو سهى. اهلا اهلا يا سهى، منوراني يا روحي. انت عامله ايه؟ انت عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، تسلم ايدك حبيبتي، تسلمي لي يا روحي. طبعا انت عارفه المقاطعه وان احنا اصلا بلاش نشتري الحاجات دي من بره، بس الصراحه حلوه قوي وهجربها. لا انا عايزاكي تجربيها بقى وتقولي لي رايك، علشان هي بجد بتنقذك من الولاد ومن زنهم. وان في اطفال بقى برضو يقعدوا يقولوا لك ايه مقاطعه، ايه يا مامي ما تكبري. انا بصراحه بحب حاجه المقاطعه لان هو مش لاقي البديل. طب لو لقى البديل هيبقى بالنسبه له انت كده راضياه ومدياله اقرب طعمه يمكن احلى، وكمان عملتي كميه كبيره واخد فلوس عشان ياكل لوحده، بالفلوس دي البيت كله اكل، ولا ايه رايك؟ اكيد صح كده؟ يعني ايدك يا سهلة والله. ميرسي يا حبيبتي، انا بس عايزاكي تجربيها وتقولي لي رايك، علشان هي بجد ان شاء الله هتعجبك جدا. لا ما تقلقيش هجربها في اقرب فرصه والله. بصي على فكره احنا عملنا ريزو قبل كده، تقدري برضو تدخلي على صفحه اكله العيله وتشوفي الريزو عملناه ازاي، وتعمليه. انا عامله ريزو سريع من غير بصل، او تعمليه زي ما هنعمل النهارده برضو، هي صفحه اكله العيله هي معانا، وحضرتك هتعمليه مع سلطه الكولسلو اللي احنا عايزين نعملها دلوقتي، وكمان هتعمليه مع الريزو، وهتقدمي برضو معاه كايزر زي ما بنشتريه من بره بالظبط، عشان في ولاد ما بيحبوش مع رز، بيحبوا ياكلوه مع الفينو او اي فينو متوفر عندك، بس هو بيبقى كايزر. انا بس عايزه اقرب على قد ما اقدر، اقرب من الشكل اللي الولاد بيحبوه بره، يعني انا مش طالبه غير كده. لو عندك اي سؤال او استفسار يا حبيبتي يا ريت تقولي لي برضو. طيب يا جماعه دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل سلطه الكولسلو. عباره عن ايه؟ كرنب، بس كرنب سلطه مش كرنب محشي. عايزه اقول لكم بس على موقف كده حصل لي. كرنب السلطه ده انا مره كنت نفسي اكل محشي كرنب وما لقيتش كرنب المحشي، وعايزه اكل وما عنديش غير كرنب السلطه. والله العظيم يا جماعه حرفيا انا سلقت كرنب السلطه، انتوا عارفينه بيبقى ناشف كده بس بيبقى صغير وشكله مختلف عن البلدي بتاعنا بتاع المحشي. سلقته واخدت الورق وصغرته ولفيته وحشيته وكان زي الفل وما قالش لا. انا ليه بس بحكي الموقف ده؟ علشان دايما ما توقفيش نفسك، ودايما يكون عندك البدايل، ودايما تكوني جاهزه لاي موقف زي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ده. البوتاجاز مش عايز يعلى بس انا هحاول اعليه برده. فلازم دايما تخلي بالك، اهم حاجه برده في الفراخ دي انك تخلي بالك ان لازم البوتاجاز يكون عالي معاكي جدا. دلوقتي بقى ايه، انا هحط الجزر على كرنب السلطه. نسبه الجزر لكرنب السلطه نسبه قليله، النسبه دي لازم تكون قليله علشان هو ما بيبقاش كبير. وعايزين برده عشان بصوا بقى هنحط بقى هنا ايه، هنحط المايونيز. مايونيز اهو، طبعا كميه المايونيز حسب كميه الكولسلو اهو. وهنحط الزبادي، وعلشان بقى ايه نخليه جوسي زيهم زي اللي انتوا فاهمينهم دول، هنحط شويه لبن كده عشان هما بيخلوه جوسي. وهحط شويه ملح، كويس ان انا خدت بالي وما خلصتش الملح كله. وهحط بقى عسل النحل. طب ما عنديش عسل نحل، 3 أو 4 معالق سكر، يا نهله سكر على السلطه، هو طعمه مسكر. هما بيحطوا بصل او ما بيحطوش، في جدل في الموضوع ده، بس بصراحه البصل مش احسن حاجه خالص ولا الطف حاجه خالص، كده احلى بكتير، كده احلى بكتير. نوع بقى ايه نعمل كده زي ما قلت لك، تسقعيها تبقى تحفه. على فكره اللبن جنبي، لو انا حسيت انها مش جوسي هحط لبن عشان اخليها جوسي اهو. زي ما قلت لحضرتك لازم ان احنا نحطها في الثلاجه عشان بس ايه تسقع، وهي حلاوتها في كده. لو حضرتك تفتكري ايام ما كنا بنروح نجيبهم منهم كانوا بيحطوا العلب البلاستيك في الثلاجه، فعشان كده حضرتك حطيه في الثلاجه. ويا ريت وانت بتقدميه للولاد تبقي حريصه جدا انك انت تعملي نفس الشكل ونفس الطريقه علشان يحبوه منك اهو كده. طبعا بقى عايزه تزودي، عايزه تكتري، بس انا ما انصحكيش تزودي عن كده، هو كده حلو قوي، لان لما بتقعد لتاني يوم والاكل نفسه خلص محدش هياكلها، اللي هياكلها هياكلها مع الفراخ دي. الفراخ دي لو خلصت اللي هي الكريسبي الفرايد تشيكن دي
خلاص انا مش هاكل ده، فما تكتريش عن كده عشان ما تبقاش في ما تتبقاش منك في الثلاجه. اهو كده احنا عملنا اكلنا. لو عايزه بقى حضرتك تعملي ريزو اعملي ريزو خلاص. كنت بس عايزه اتكلم معاكم في موضوع كده، بس هيجي لنا دلوقتي صفحه اكله العيله علشان في اسئله بتيجي عليها وفي ناس لسه ما عملوش فولو. فين الفولو يا جماعه؟ يا ريت تعملوا فولو لصفحه اكله العيله، هتظهر قدامكم دلوقتي. وهنتكلم في موضوع بسيط كده على ما الفراخ تبتدي تتحمر. عايزين نقول بقى ايه؟ يعني احنا مش عايزين اي حاجه تضايقنا نفضل عايشين فيها. بمعنى ايه؟ كل مر سيمر، كل مر سيمر. بمعنى ايه بقى؟ يعني احنا دلوقتي عايزين نقول ان انا مثلا عايشه في فتره صعبه، فتره فيها اجهاد، فتره فيها موقف عصيب، واتيفر ايه الفقره، الفتره اللي انا فيها، قولي لنفسك كل ده هيمر ودي فتره وهتعدي. طبعا بنقعد نقول ايه، طب هتعدي ازاي؟ هتعدي حلو، هتعدي وحش، هتسيب نتيجه حلوه، هتسيب اثر سلبي. بس هو اهم حاجه طول ما انا بقول لنفسي ان شاء الله الفتره دي هتعدي، ان شاء الله خير، احاول على قد ما اقدر اتفادى الموقف يعني واعيش حياه سالمه كده من غير ما اي حاجه تاثر على نفسيتي. فده موضوع مهم جدا. وفاصل بقى ثواني راجع لكم تاني، استنوني. رجعنا لكم تاني في الفقرة اللي المفروض بالذات النهاردة واحنا عاملين فراخ نية مستوية في الزيت، وما أدراكي ما الزيت والكالوريز، ان احنا لازم نستضيف حد يقول لنا الكارثة دي لما نعملها وناكلها ايه الحل. معانا النهاردة يا جماعة ومنورانا أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة سارة المهدي عشان تقول لنا نعمل ايه في الفراخ الفرايد تشيكن اللي قدامنا دي. ازيك يا سارة؟ الحمد لله. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. بصي بقى، انا يعني عايز اسألك سؤال، هو مبدئيا كده يعني غير كمان الاكل اللي احنا عاملينه، انا ملاحظه ان اليومين دول في ظاهره غريبه قوي. كان زمان انا كبيره مش صغيره، الكبار في السن المامي والجده والتخان، لا اليومين دول شباب الجامعه والاطفال بقت ظاهره متفشيه فيهم جدا، انك بتلاقي ناس كتير تخينه ومتقبله الوضع وعايشه بيه، بس هي من جواها متضايقه وبيتنمروا عليهم، فخايفين ياخدوا خطوه الدايت او جربوا اكتر من مره مش عارفين ينجحوا. دي حقيقه. قولي لنا بقى نعمل ايه. هو احنا الاول لازم نقول ان السمنه بتارجت فئه عمريه كبيره جدا. من اول الاطفال، يعني ممكن الطفل يكون عنده سنه وعنده سمنه مفرطه والام مش واخده بالها، هي فاكره ان هي بتغذي ابنها صح؟ هي تقريبا كانت بتاكل جانك فود وهي حامل فيه، لان جانك فود زاد قوي اخر 10 20 سنه، فممكن يكون ده سبب. وممكن يكون وراثي. طيب احنا المفروض متابعه الجنين اللي هي بتبقى من داي 1 لغايه سنه واثنين وثلاثه ديورنج التطعيمات، لازم اكون واخده بالي طول والوزن مناسب ولا لا. لو لقينا كده لازم نبتدي نتحكم في الشوجر، لان هنا ده بيبقى زياده كربوهيدرات، فما تديش البان صناعيه كتير فيها لبن عشان السكر فيها سكر. لازم تقلل طبعا المشروبات اللي هي ممكن تكون بتدي له بيبي درينك، بقى بتدي له حاجات ومشروبات عشان الغازات اللي في المعده، وانها تنظم حركه الامعاء وعشان ما يحصلوش كونستيبيشن وامساك والكلام ده كله. فلازم تكون فري اوف شوجر، تبتدي تتجه للفاكهه، اعتماد الحاجات على الطبيعيه بقى، يعني ما نعتمدش على الحاجات الصناعيه والحاجات دي خالص. والرز بقى، لان هم في موامس كمان، اول ما الطفل مثلا يبتدي ياكل تلاقيها بقى طبق الرز اللي مش عارفه بالملوخيه بالخضار، ليه؟ لما ممكن يبقى طبق الخضار اساسي، اللحمه تكون مفرومه قطع صغيره او الفراخ قطع صغيره على طبق الخضار، ربيهم على العادات التغذيه الصحيه السليمه عشان يكبروا عليها. يعني ما نخليش اساسي في حياتهم النشويات، خليهم يشبعوا بالبروتين والخضار. بالظبط، ولا النشويات ولا المقليات. اسهل حاجه عند المامي دلوقتي البطاطس المقليه، الفراخ المقليه على طول اول ذا تايم، فتلاقي ان هم متعودين على الجنك. في ناس بتقول انا بحب طعم الزيت، ما بتحبه بناء عن ايه؟ خلاص هو ما اتولدش كده، هو لقى الحواليه، يعني هذا ما وجدنا عليه ابائنا بقى. بالظبط، كل اللي حواليه بيعمل كده فعايز يعمل. والله احنا ما مشيناش على ما وجدنا عليه ابائنا، لان اللي احنا زمان اتربينا على السمنه البلدي دي، على فكره مفيده. دي من هيلث فات، مش السمنه الصناعي المهدرجه او الزيت. عارفه لو احنا بناكل كل حاجه ناتشرال، ممكن ناكل كريمه ناتشرال، ممكن ناكل الثقافه هنا بقى، الثقافه الثقافه والطريقه، لكن دي ناتشرال اللي هو جبت انت اللبن وطلع الوش، خدت الوش عليه معلقه عسل واكتفيتي بلقمتين، احسن من الجاتوه مثلا اللي كله دقيق وسكر. بالظبط، ده هيديني نفس التاثير صناعي. يعني الجاتوه هيديني نفس تاثير القشطه بالعسل مثلا. بالظبط، لا العسل سهل يتهضم، لكن السكر مش سهل يتهضم واوفر. والله الحاجات الطبيعيه اوفر
صح طبعا. ولازم نتحكم طبعا في الشبع وفي الحرق، يعني انا ما يكونش ابني اصلا ما بيلعبش رياضه طول الوقت قاعد بيذاكر، فانا اقعد بعمل له سندوتشات حاجات مقليه لا، اعتمدي على ان الطبق يعني الولد الهيلثي فود بتاعهم المفروض تلت يكون خضار، تلت بروتين، تلت النشويات. النشويات مش بس الرز والعيش، النشويات دي ممكن تبقى البطاطس المهروسه، المعش بوتيتو بيوري. ممكن تكون السويت بوتيتو اللي هي البطاطا، ما كل دي نشويات بس هيلثي سهل انها تتحرق. طب احنا بقى نعمل ايه في الناس اللي خلاص كبروا وتربوا على الاكلات دي، محتاجين حاجه تزود معاهم الحرق وتفقد شويه جزء من الشهيه المفتوحه قوي دي وتصغر البطن شويه بدون اللجوء العمليات، عايزين حل من حضرتك. احنا بقى جايبين النهارده كورسات للناس الاوفر ويت والاوبيز. عندنا الاوبيز اللي هم بيتقال عليهم فوق الاوفر ويت اللي هو بيبقى وزنهم زايد من 30 ل 40 كيلو، هنقول الاوفر ويت اللي هو من 20 ل 30 كيلو. طب الناس دي هنحل ازاي؟ لازم نديهم عامل محفز، لازم نديهم زقه ان هم يقدروا يتحكموا في الشهيه، زقه ان هم يقدروا يبعدوا عن السكريات. يعني دايما الناس اللي بتيجي تعمل دايت تقول لي انا بفضل طول اليوم ماسكه نفسي ماسكه نفسي، اجي وانا نايمه لا مش قادره هقوم اكل سكريات. تصحى من النوم عشان تاكل، تصحى من النوم تاكل سكريات، تقول لي انا حاسه ان طعم بقي عايزه لا لا انا هموت لازم اقوم اخد حته شوكليت، اكل معلقه مربى. ده في ناس بالمعلقه بقى المربى وبمعلقه النوتيلا، في ناس كتير بتتفرج عليا وعارفه الكلام ده، تقول لي انا ما بقومش من على صينيه البسبوسه لما اكون مخلصه الصينيه. طب احنا عايزين يعني اولا مش بس نفقد الشهيه، وعشان لو الشهيه اتفتحت شويه نعلي بقى الحرق. احنا بقى النهارده جايبين حل، وعشان الوايت فرايداي واكله العيله والشيف القمر احنا جايبين لكم خصومات كتيره. النهارده كورس الثلاث شهور وكورس الشهرين وكورس الشهر. كورس الثلاث شهور عليه خصم 70%، عليه الفيتامينز هديه، عليه كريم شد الترهلات هديه، وكمان المتابعه هديه والشحن هديه. الله. مش بس كده، انا دايما في بدء الامر دكتوره ساره المهدي ما بتقولش اي منتجات غير المرخصه من هيئه الدواء المصريه او تكون حاصله على ترخيص هيئه وسلامه الغذاء، عشان انا اكون مطمنه وحضرتك تكوني مطمنه والساده المشاهدين يكونوا مطمنين. تصريح قدامنا هو فعلا. محدش ياخد اي علاج من خلال الفم او حتى ايفن تحطي سكين كير برودكت او تحطي منتجات عنايه بالشعر والبشره الا ما تكون مرخصه، لان في مواد فعاله كتير ضاره كيميائيه ما ينفعش ان احنا نستخدمها. تمام. فاول حاجه انت بتاخدي كورس علاجي امن. يعني عايزه تقولي لي ان حتى الهدايا اللي جايه لك مع البرودكت الهدايا دي كمان مصرحه كلها مرخصه. تمام. الكورس كامل بالهدايا بكله مرخص. طب كورس الثلاث شهور اللي هو عليه خصم 70% بمكون من كم منتج؟ ثلاث منتجات كلها مواد طبيعيه وعضويه. كورس الاناسيليوم اللي هو كبسولات الاناسيليوم، وده عباره عن قشور الباسيليوم، دي بتنزل في المعده بالفلويدز اللي موجوده في المعده والميه اللي انا هشربها 3 4 كوبايات ميه قبل الفطار بربع ساعه، بتبتدي تفرز ماده صمغيه جيلاتينيه بتكبر بتنفش في المعده، فبتدي المعده احساس بانها انا شبعانه. بالنيجاتيف بقى فيدباك رياكشن، يعني المعده بقى بالكمبيوتر تبعت للمخ تقول له اشاره تقول له انت شبعت، انا شبعانه. فنفضل محتفظين على حالة الشبع لأطول عدد ساعات ممكنة في اليوم، من 6 ل 8 ساعات، وفي ناس بتكمل أكتر من 8 ساعات كمان. يبقى أنا كده زودت الحرق وعليت إحساس وحالة الشبع للمعدة. مش بس كده، لما بتيجي بقى كمان تاكلي الوجبة بتكتفي بلقمة أو اتنين، معلقة أو اتنين. أنا ببعد تماما عن أنظمة الحرمان، مينفعش أكتر فجأة الجسم لأن الجسم هيقع، الفيتامينز هتقع، المعادن هتقع، البشره والوش والجلد كل حاجه هتقع. فالكورس كمان عندي المالتي فيتامين هديه اللي بيحافظني على نضاره بشرتي وشعري، عليه كمان كريم شد الترهلات عشان ما اجيش بعد كده اقول ايه انا والله خسيت بس اترهلت جدا، انا بقيت مكسوفه لو قلعت دراعاتي بتبقى مترهله، بلبس نص كم بحس ان انا لوزي كده، لا انا عايزه ابقى مشدوده. طب هنخش في سكه المشدوده ازاي؟ فاحنا بنحافظ لك على كل شيب نفسك توصلي له. كمان في تاني منتج في كورس الثلاث شهور هو الماجيك بوكس، العصايه السحريه، ده عباره عن قشور فاكهه المانجا، مستخلصات البلوبيري والتوت، كمان فيها الجارسينيا كامبوجيا. كلنا ادخلوا اكتبوا فاكهه الجارسينيا كامبوجيا وزياده الحرق واللي بتعمله في التخسيس، بتدي 10 اكس يعني 10 اضعاف حرقي اللي انا عليه دلوقتي. 10 اضعاف؟ اصل كان في حد قبل كده قال 4 اضعاف، يعني لا 10 اضعاف لو انا ما عنديش مشاكل في الغده او عندي نقص فيتامين د. يعني هما بيقولوا لي كده في الامان خلينا نقول 4 اضعاف، ان شاء الله حد عنده شايل رحم او عنده غده درقيه كسلانه او مثلا حاجة. السن متقدم، لكن انا دايما بتكلم تارجت السن من 25 سنه ل 35، حرق الوقت ده مختلف عن بعد ال 35 سنه ومختلف من قبل ال 25 سنه. تمام تمام.
فانا كده كمان عليت الحرق والشبع. ده بمين؟ من ماجيك بوكس. يجي تالت منتج معانا في كورس الثلاث شهور اللي هو خصم 70% الفينيل. ده بيخسس من 5 ل 10 كيلو، بثبت بيه الوزن، عباره عن حاجات ناتشرال انجريدينت، بيعلي الميتابوليك ريت، بيتخلص من السموم. يعني انا لو مريض ضغط، وده يعني نسبه 80% من اللي عندهم سمنه بيعانوا من الامراض المزمنه، عندهم ضغط، ارتفاع في الكوليسترول، عندهم ترايجلسرايد، داخلين للاسف في مرحله التجلطات، مرض السكر، سواء بقى دايابيتك تيب 1 او تيب 2. فكل الحاله المرضيه دي بتتحسن بنسبه كبيره جدا مع علاج السمنه. يعني في مرضى كتير يكلموني يقولوا يا دكتور والله احنا فعلا انا الدكتور قلل معايا جرعه دواء الضغط، لان ضغطي ابتدى يبقى مظبوط من الفينال، من الكورس كله على بعضه، مش بس الفينال اللي هو بعد ما بثبت. الفينال ده بيساعد في حاجه اسمها الديتوكسيفيكيشن من خلال الكبد، انه بيتخلص من السموم والدهون الثلاثيه الغير مرغوب فيها في الدم. يعني كمان بيسيح الدهون اللي موجوده اللي بتجري في الدم اللي هي غير مرغوب فيها، تروح تقف بقى شويه في شريان فتعمل تصلب، تروح تقعد على القلب فتعمل جلطه، تروح على الكبد بقى الدهني وتعمل تجمعات، ممكن في البنات يحصل تكيسات على المبايض نتيجه الدهون. فطبعا دي مشاكل كبيره جدا، لخبطه الهرمونز والحاجات دي كلها 80% منها هي الاوبيزيتي. طيب انت دلوقتي جايبه لنا العروض اللي قلتي عليها دي، اللي هي 50% و40% و70%، ولا انا فاهمه غلط؟ صح كده. طب ده عشان الوايت فرايداي ولا في حاجه زياده عشان الوايت فرايداي؟ لا في حاجه بقى زياده، احنا 70% عشان الوايت فرايداي، وقلنا ايه البرودكتس، وكمان عليهم الشحن مجانا، والفيتامين كبسوله الفيتامين مجانا، وكريم شد الترهلات مجانا، والاستشاره مجانا. كمان احنا لغايه يوم الجمعه عاملين بمناسبه الوايت فرايداي كل الناس اللي اشترت الكورس بس اللي هو الثلاث شهور ال 70%، مجرد انتوا بس هتصوروا الريسيت اللي وصل لك بيه الكورس الثلاث شهور وهتبعته لنا، هنعمل سحب لمتسابقين هيفوزوا معانا بخصم 30% من ثمن الفاتوره اللي دفعها، منتجات تخسيس هياخدها تاني. تمام، يعني كانه هو اي حد من الاسره بقى يستفيد بيها طبعا، او هو ممكن يكمل وهو بيها. يكمل بقى بيها الكورس، بس ده مخصص لعارض خصم ال 70% الكورس الثلاث شهور، هنرجع لك تاني 30% من ثمن الفاتوره اللي انت دفعتها. طب ما تبحبحوها شويه وتخليها الكورس التاني كمان ابو 50%، يعني حرام. ما احنا انت عارفه 30% و70% هو دفع ايه؟ ده دفع زيرو. أيوة. ده غير انه خد بقى كمان مالتي فيتامين هديه، وكريم شد الترهلات هديه، وكمان متابعه هديه، وشحن مجاني. خلاص واضح ان انا كده يعني اوفر قوي. انت انا جبت يعني الشيف بتحاول تجيب اكبر، بس احنا فعلا ال 30% قلنا لك احنا 70 و30% في اكتر من كده. ايوه حقيقي. فاحنا ان شاء الله هيكون معانا متسابقين بمناسبه احنا نقول الجمعه البيضاء، ان شاء الله يبقى كل الناس سعداء الحظ. انتم ما عليكم غير ان انتم بس تدخلوا على صفحه الفيسبوك بتاعتنا وتبعتوا صوره الريسيت اللي اشتريتوا بيها كورس الثلاث شهور، ولازم تقولوا لهم كورس الثلاث شهور، او تبعتوا على الواتساب من خلال التليفون على ارقام التليفونات الموجوده على الواتساب، وتبعتوا صوره الفاتوره، لازم صوره الفاتوره، لان السحب هيبقى بصوره الفاتوره. طيب ممكن بقى نخليها اليوم كله؟ اليوم كله ولا الساعة 5 واول 100 واحد؟ لا اليوم كله، لا احنا معانا لغاية يوم الجمعة. كويس، ده الايام اهو معانا لغاية يوم الجمعة. يعني من دلوقتي لحد يوم الجمعة انت فاتحة الموضوع، مش قافلاه للساعة كذا او لكم حد متصل يعني. لا عشان يلحقوا، لان احنا بيبقى عندنا ضغط على التليفونات كتير وعلى الفيسبوك، فمش عايزة احس يعني حد يحس بظلم. فلا هو مفتوح لغاية يوم الجمعة. كل الناس اللي هتبعت هنعمل سحب عشوائي يا رب كلكم تكونوا سعداء الحظ، للي هم اخذوا كورس الثلاث شهور واستفادوا بالعرض وخدوا المالتي فيتامين هديه وخدوا الشحن مجانا وخدوا كمان خصم 70%، هنرجع لكم 30% من ثمن الفاتوره اللي انتوا دفعتوها تاني، منتجات تخسيس عشان تكملوا الكورس وتخسوا من غير ما تحسوا. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف بس الصور اللي حضرتك جبتيها لنا علشان نتاكد ان الناس كانت كام وبقت كام وفي وقت قد ايه من خلال الريفيوهات اللي معانا. يلا يا جماعه دلوقتي نستعرض ونشوف الدنيا فيها ايه. دول دي بنوته خست 30 كيلو في شهرين ولا 20 في شهرين؟ يعني معدل 10 كيلو في الشهر. احنا دايما المعدل بتاعنا من 2.5 كيلو ل 3 كيلو، في نتائج بتبقى مبهره اكتر من كده، في ناس بتخس 4 و5 كيلو، بس دي تبقى متفقه طبعا ايه اكوردنج السن وسرعه الامراض والكلام ده بالظبط كده. طيب نشوف بقى الحاله الثانيه معانا يا جماعه برضو.
خست 18 خس. كيلو خس اه سوري خس 18 كيلو في شهرين. اه ما شاء الله اصل يعني الجسم حسسني ان هو ايوه شكله اختلف، كان في تسدي وكان في كمان 88 بقى 70 ما شاء الله. انت شايفه اصلا فرق الهيكل برضو الشيب نفسه بقى عامل ازاي؟ لا بعدين هو مش طويل على فكره، فال 88 كانوا باينين اوفر ويت قوي، هو عشان قصير بس لما خس بان بقى باين بالظبط. لا وكمان بصي احنا يعني ما حسيتيش ان في ترهل، يعني البطن ما دلدلتش فاهمه؟ لا 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 يعني في ناس بتخس وتقول لك الجلد وانا لسه نفس شيب، انا نزلت بس دهون من تحت الجلد. أيوة. ده نفس تقريبا الريت من 2.5 كيلو ل 3 كيلو في الاسبوع، ودي نتائج حقيقيه لناس حقيقيه. طيب حلو قوي. دلوقتي خست 15 كيلو في شهر ونص، يعني بمعدل 10 كيلو في شهر و5 كيلو في 15 يوم، يعني برضو بنتكلم في 2.5 كيلو بالظبط في الاسبوع. لكن بس البنوته دي كانت مبسوطه جدا بتقول لي يا دكتور انا كان بيتقال لي يعني يا مدام بعد اذنك يا مدام، فحتى لبسها بتقول لي انا لبسي لبس كبار مش لبس باين سني. طيب يعني دلوقتي احنا الحالات اللي شفناها معاكم مع حضراتكم دي يا جماعه الحالات اللي خست بالفعل، ودي صور للحالات دي. طيب في ناس بتبقى دايما خايفه تشتري الكورس لحسن تلبسوهم في نظام ريجيم قاسي وتحرميهم من الاكل، ويقولي طب انا كده عملت ايه؟ طب ما انا بعمل ريجيم. اقول لها يا حبيبتي طب ما هو انت ممكن برضو لو ادوكي نظام علشان انت حرقك ضعيف او عندك امراض علشان يساعدك ان انت تخسي، تقولي لا انا النظام ده كده كده لو عملته ما انا هخس. طب ما انت جربتي قبل كده وما خسيتيش وكنت بتاكلي قليل، يعني حرقك قليل، فلو خسيتي مع ده فانت بيتهيالك انك عشان مقلله الاكل لانك شبعانه من الكورس. تقولي لا انا مش حاسه ان الكورس، انا حاسه ان عشان الاكل قليل. لا انت لو عشان الاكل قليل كنت لما التجارب السابقه عملتيها كان زمانك خسيتي، يبقى انت حرقك كان ضعيف والكورس عللك الحرق حتى لو ما كنتيش مزوده نسبه الاكل، ولا انا فاهمه غلط؟ لا دي حقيقه. يعني انا دايما بيقولوا لي ايه هو دكتور ساره انت ما بتقولناش انظمه ليه؟ انا فعلا بقول انظمه دايت للناس اللي عندها ايفنت. يعني واحده تقول لي يا دكتور انا خلاص فرحي بعد 10 ايام هعمل 10 ايام إيه؟ قليل قوي برضه. لا لا والله في بنات بتفوق قبلها بثلاث اربع ايام تقول لي اصل هم 3 كيلو ولا هيعملوا اي حاجه يعني. لا بنقدر بنقدر خلال اسبوع بنقدر من 2.5 كيلو ل 3 كيلو. بس برضو دي دلوقتي دعوه ليهم اللي قبلها بشهر تدي فرصه بس ال 10 كيلو. والله لا المفروض 3 شهور المقاس وفي الشكل 3 شهور يا ستي. واحده انا بقول لك على اقل تقدير اديني شهر، ما تجيش يعني تزنقيني كده كفريق طبي وتقولي لي 3 ايام، ده انا على ما المنتج ما يجي لك وتبداي تاخديه وتتعرفي عليه وتساليني هيكون فرصه. لا والله احنا بيحصل فعلا كده لان هم بيبقى عندهم برضو مشاغل وبتبقى دوشه النقل و و و فبينسوا نفسهم، هم بيجوا يفوقوا اخر اسبوع. ايه ده شكلي بشرتي الحبوب التفتيح، فكان بيجوا يقولوا لنا دايما المشاكل دي. فهي اكبر مشكله فعلا مشكله اخر 3 كيلو 2 كيلو عشان الفستان. انظمه الدايت هي اسمها اوكيجنالي دايت بلان لمناسبه، لان انت بتلعبي في كميه الجسم ولو ثبتيها اكتر من شهر انت بتدمري حرقك وبتغيري من طبيعه جسمك. فانظمه الدايت يا بنات اللي معموله دي كلها عوامل مساعده لفتره معينه، ما اقدرش اكسيد اكتر من 2 ويكس من اكتر من اسبوعين، لكن لو انا اتبعت نظام اللقيمات او الكميات القليله اللي من خلال الكورس بقى بتاعي لانه بيسد الشهيه وبيبتدي كمان يدي احساس بالشبع، فهو بيساعدك في انك بتاكلي كل حاجه، بتاكلي عيش بتاكلي مقلي بتاكلي كل حاجه بس كميه قليله جدا، فالجسم بيزود الحرق بتاعه لان انت ما حرمتوش من حاجه. وهقول لكم على ابسط حاجه، هقول لك يا شيف دلوقتي انا المخ متعود ان هو حد 2 3 4 5 انا ماشي على دايت بلان مجاعه، بس بنيجي بقى ناخد الجمعه الفري بتاعنا فبيعمل ايه؟ انا بيتخن اللي خسه غير انه بيتخن، تعالى بقى هات لي المخزون ده كله عشان الست دي هتحرمنا 5 ايام، خده تخن في الجسم ناخده كله تخزين ياه بدهونه بقى بسكريات. طب ليه؟ طب انا تاني يوم هبتدي تاني. ما انت هتبتدي تاني فهتحرمي الجسم اللي هو عايز طاقه وعايز حرق وعايز ميتابوليك ريت، فالمخ يقول ايه يلا خزنه خزنه خزنه، احنا داخلين على ستارفيشن داخلين على مجاعه. فهي دي كمبيوتر، بتتعاملي مع كمبيوتر، بدليل ان في بنات كتير بتيجي تقول لك انا سبت ومش عارفه خست تاني مع اني ما باكلش. طب وفي حاجه تانية كمان حضرتك برضو من خلال الكلام ابتدى يعني السؤال ده يجي في مخي، في حاجه تانية كمان بالطريقه بقى العاديه مش بالطريقه الطبيه، ان انا لما اجي اعمل فري كبير بالطريقه دي ممكن يبقى بقيه الخميس والجمعه او الجمعه والسبت ساعات بيمطوها شويه، ممكن يحرقوه في الاسبوع اللي وراه بس كده هم مش هيخسوا، هم حرقوا اللي كلوه وهيفضل الموضوع سلسله ما بتخلصش ودايره ما بتتقفلش، لان انا عماله وحارمه نفسي اسبوع صح، بس انا يا دوب بحرق الفري، ولا انا فاهمه غلط؟ لا لا ده انت كمان يعني بصي انا هقول لك لو الجسم كان بيخزن مثلا 2000 كالوري هو هيعمل هيخزن 3000، انت بتعوديه كمان انه يتخن اكتر.
يا سلام. بدليل اللي بيوقفوا انظمه الدايت بيزيدوا اكتر من هما كانوا بادئين بيه. ليه بقى؟ معلش ايه السبب؟ لاني انا علمت الجسم يخزن، لانه بيعدي بايام كتير بالنسبه له مجاعه، فيهاش اكل، ما فيهاش كالوريز، ما فيهاش حرق. فخلاص بيتعود على التخزين مش بيتعود على الحرق. حلو قوي. طب احنا كلامنا ما خلصش، عشان برضو عندي اسئله مهمه كتيره جدا، بس يا جماعه فاصل ثواني وراجع لكم تاني، استنوني. ورجعنا لكم تاني يا جماعه، والفراخ خلاص اتحمرت، اخذت حوالي ربع ساعه. الاول اخذت 5 دقائق على نار عاليه، وبعدين وطينا للوسط العالي مش الوسط الواطي، اخذت بعدها ربع ساعه. وزي ما حضرتك شايفه، وهي كمان على الحقيقه احلى بكتير كمان على الطبيعه، يعني مستويه، عشان احنا سبناها في تتبيله، وعشان مشققينها لغايه العظم، وعشان مش سايبين حته كبيره على بعضها نيه، او سوري يعني تستوي بحالها كده، لا مخرطين على اصغر قطع وعلى قد ما قدرنا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم. ودلوقتي عايزين نكمل كلامنا مع الاستاذه ساره المهدي، ونقول لها انا عايزه اسال بقى سؤال فني شويه. دلوقتي انا مشيت على النظام وخلصت وثبت، ايه اللي يضمن للجسم انه مش هيتخن تاني، رغم انه خلص خلاص الكوش وخلص الفينال وثبت وكله تمام، واتعرضت بقى لرمضان وعيد وصف سفريات وخروجات، اضمن منين بقى ان ال10 او ال15 او ال30 كيلو ما ارجع لهمش تاني؟ هو فعلا على طول دايما يقولوا لي بص يا دكتور، واحنا هنمشي على الكوش ده طول العمر. اه بالظبط، لانه يعني فاكرين ان ده عامل مساعد، وجسمي عمره ما هيبقى لوحده حرقه عالي. ماشي، ده في فتره ما بتخسي، طب بعد كده؟ طيب احنا في كورس الثلاث شهور دايما بيبقى فيه منتج الفينيل اللي هو بيثبت الوزن. خلينا نتفق ان احنا اكيد لو احنا فتحنا شهيتنا واكلنا بكميات وفتره طويله لمده شهر وشهرين، اكيد هنزيد في الوزن. ده طبيعي، لان انا لو فتحت على كل حاجه، انا خلاص بقى كنت ماشي على كورس من 3 شهور او 4 شهور وخسيت نفسي فيه. طب انا لو مشيت على النظام بتاعي القديم بتاع اللي هو كالوريز في اي وقت، مقليات في اي وقت، سكريات في اي وقت، ما ده غلط. بس هو انا عندي الكورس الثلاث شهور او كورس الشهرين او كورس الشهر عندي فيه ثبات في الوزن. برودكت الفينيل اللي هو الكبسولات الفينيل بتثبت الوزن، لانها بتنزل الوزن من 5 ل 10 كيلو او من 10 ل 15 كيلو في الشهر، فانا خلاص ثبتت الوزن. امشي بقى بالمعقول وبالخضار. أيوة، هو ده بقى. ايه اللايف ستايل في الاكل اللي اعمله علشان لما اخلص الكورس؟ ما هو كمان اصل الموضوع برضو مش سحر، يعني بمعنى ايه مش سحر؟ ده اللي بيبقوا قاصين معدتهم او عاملين تكميم ممكن يبوظوا العمليه بطريقه اكل غلط، حتى لو قليله بس بتبقى دسمه جدا. فايه اللايف ستايل بقى اللي احنا المفروض نمشي عليه؟ بالظبط، احنا اللايف ستايل لازم نعتمد على الخضار، على الفيجيتابلز، وعلى الفاكهه، على البروتينات. هاكل نشويات، بس هاكل النشويات الصحيه، هقلل من المقليات، لان المقليات اصلا غلط يعني لكل الناس. يعني مش هقول لك مثلا مرضى الضغط ومرضى السكر مرضى السمنه، لا، هي غلط باي ذا واي في كميات كبيره. ناخد دايما كميات الصغيره، دايما الاعتدال، الاعتدال في كل حاجه هو ده ذا بيست واي. وفي حاجه فرصه ان انا لسه مخلصه تخسيس ومثبته ان انا اكمل بقى عليه، ما ضيعش الدنيا، يعني فرصه ان انا اكمل على نفس الطريق عشان ما احسش بتعب ان انا ابتدي اعمل نظام. يعني انا عايزه اقول لك يا شيف برده حاجه، انا دايما البنات اللي بتبعت لي او المرضى بيقولوا لي يا دكتور ساره احنا اصلا بنبطل اكل عشان النتيجه اللي احنا وصلنا لها خايفين نرجع تاني. هو بيجي لهم بقى فوبيا عدم زياده الوزن، فهي تلاقيها تقول لا انا مش هاكل. اقعد اقول لها يا بنتي لا، كلي براحتك عادي، بس هناخد كميات قليله، نزود الحرق بتاعنا، نشرب مشروبات تزود الحرق، نقلل السكريات اللي موجوده في، لو انا عايده كوبايه الشاي والكلام ده، نحط مثلا معلقه عسل الصبح بس. لا، بيقعدوا يقولوا لي لا خلاص يا دكتور عشان مش عايزين نرجع تاني للمهزله اللي كنا فيها، احنا قافلين بقنا وبناكل كله صحي. هو طبيعي لوحده لما بيلاقي نفسه نزل في المقاس ونزل في الوزن ونزل في الكيلوات، خلاص اللايف ستايل بتاعه اوريدي بقاله 3 4 شهور على كده. طيب هو الطريقه دي بعد ما ثبتنا الامراض اللي كانت عندي واختفت مع نزول الوزن، ده يخليني برضو اسالك سؤال هنا، ايه بقى الامراض اللي السمنه بتسببها واللي ممكن ترجع لي تاني لو انا رجعت للسمنه تاني بلا وعي وبلا ثقافه كده في التغذيه العلاجيه؟ يعني اول مرض، مرض الضغط، ارتفاع ضغط الدم نتيجه ارتفاع بقى الاملاح او الدهون الثلاثيه في الدم اللي هي الترايجليسرايد او الكوليسترول، اللي هو الكوليسترول ده من ابشع المواد اللي بتزيد في الدم وبتعمل لنا مشاكل، تجي تخش في تصلب الشرايين، في ضعف في عضله القلب،
في ممكن تعمل الذبحات الصدرية، ممكن كمان ندخل في التكيسات الدهنية على المبايض للبنات فتلخبط الهرمونات ففرص الإنجاب تقل. كمان الغضاريف والمفاصل والركب كله نتيجة وزن والفقرات، بقى نخش في الديسك واللي بيغير فقرة واللي بيغير المفصل واللي يقول لي عندي خشونة واللي يقول لي عليه خلاص كفاية كل ده من السمنة. يا نهار أبيض. طيب احنا عايزين بس نعيد العروض بسرعة علشان نقول الريفيوهات اللي حضرتك برضو جايبها لنا معاكي من خلال الواتساب. طيب أنا عايزة أقول تاني، بقول تاني البرودكتس اللي أنا بتكلم عنها أنا كدكتورة سارة المهدي، بقول لكم المنتجات كلها حاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية وهيئه سلامه الغذاء. يعني انت واخده منتج مرخص امن جدا على اي حد عنده امراض مزمنه، حتى كمان على الاطفال من سن ال 12 سنه تقدر ياخد الكورس عشان ينزل في الوزن عشان تكسبي حالته النفسيه وشكله عشان ما يبقاش معقد بعدين او يبقى هو شكله مش راضي دايما على شكله ولبسه. تاني حاجه احنا معانا ثلاث عروض او ثلاث كورسات، كورس الثلاث شهور عليه خصم 70%، المكون من كبسولات الأناسيليوم وكبسولات الماجيك بوكس وكبسولات الفينيل، عليهم كريم شد الترهلات هدية وعليهم المالتي فيتامين هدية والشحن هدية وكمان المتابعة هدية. تاني كورس معانا هو كورس الشهرين، المكون من كبسولات الأناسيليوم وكبسولات الماجيك بوكس وعليهم الهدايا والشحن المجاني والمتابعة المجانية. طبعا الناس اللي عايزه تمشي مده شهر على نظام غذائي وكورس برضو تخس اللي هي زايده 5 كيلو بس او 6 كيلو اللي هم بنسميهم الدهون العنيده او المعقده، برضو هياخدوا كورس الشهر الواحد هو كبسولات الاناسيليوم بخصم 40%. فكركم ان احنا بمناسبه نوفمبر وايت فرايداي ده خصيصا لخصم 70% لكورس الثلاث شهور. كل اللي هيشتري كورس الثلاث شهور ما عليكم غير ان انتوا تصوروا الفاتوره اللي اشتريتوا بيها، تدخلوا على الصفحات على الفيسبوك او على الواتساب تبعتوا صوره الفاتوره، هتدخلوا معانا سحب على فائز تاخدوا خصم 30% من ثمن الفاتوره اللي انتوا دفعتوها منتجات تخسيس تاني. حلو قوي. طيب دلوقتي حضرتك جايبه لنا بقى على الواتساب المحادثه اللي حصلت بينك وبين كل الفريق الطبي، مش انت لوحدك يعني، ايه اللي حصل وخسوا ازاي وكانوا ايه والموضوع بيمشي ازاي في المحادثه دي. ناخد معانا يا جماعه اول محادثه تمت بينهم. دكتور عامله ايه؟ بجد بشكرك جدا على اهتمام حضرتك وعلى مجهودك معايا عشان انا خسيت فوق اسبوعين 10 كيلو، بجد مبسوطه قوي وشكرا ليكي وان شاء الله مكملين. حبيبتي مبروك وان شاء الله نكمل على خير. حاجه حلوه قوي ان حضرتك طبعا بتردي وبتشجعي وكل الفريق الطبي. معانا ريفيو تاني يا جماعه واتساب برده جالهم، نزلتي قد ايه؟ 17 كيلو، انا دلوقتي 102 ما شاء الله. هي كانت ايه بقى دي؟ كانت 119 وما شاء الله هي عايزه تكمل. طيب برضو في ريفيو تالت، فعلا نفسي ما زودش غير اللقمه اللي باكلها، مش هي مش قادره تاكل كتير يعني، فبتقول لها ان شاء الله خير وعلى فكره ميرسي انا حاسه بفرق كبير وبتغيير ومش بجوع زي الاول وان شاء الله. بتقول لها هتسمعي خبر جميل قريب انك انت يعني وصلتي للوزن المثالي وكده. التحكم في السكريات، الناس عندهم فوبيا السكريات، فوبيا الشوجر انتيك، ان هي على طول عايزه حاسه ان هي عايزه تاكل سكريات، حاسه ببوط. احنا بنقدر نتحكم في الفوبيا دي لان فوبيا بشعه جدا، فوبيا اكل السكريات ونهم السكريات، احنا بنقدر نتحكم فيه من خلال الكورس سواء الثلاث شهور او الشهرين او الشهر. بنتحكم فيه من خلال سد الشهيه، احساس الشبع بمنتجات طبيعيه 100% مرخصه من هيئه وسلامه الغذاء. فانا دايما بقول لهم انا كدكتور ساره لو قلت لكم خدوا الكورس واخدتوه ما جابش نتيجه من اول اسبوع وخسيتي من 2 كيلو ل 2.5 كيلو 3 كيلو على حسب طبيعه جسمك وسنك وحالتك المرضيه، رجعي الكورس وانا كدكتور ساره هرجع لك فلوسك. طيب ميرسي جدا، احنا بنشكرك. بنشكر يا جماعه الاستاذه الدكتوره ساره المهدي على يعني على الاوفرز اللي قدمتها وعلى العرض بتاع الوايت فرايداي. ميرسي جدا يا حبيبتي. وحلقتنا خلصت النهارده يا جماعه، بس فقراتنا لسه ما خلصتش، استنونا بكره ان شاء الله الساعه 1 على برنامجكم اكله العيله. استنوني، باي باي.